أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد، واليوم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة إحنا هنتكلم فيه عن الإكسل. في كلامنا عن الإكسل النهاردة إحنا هنتكلم عن الدروب داون ليست. الدروب داون ليست إحنا كلنا عارفينها أو خدنا فكرة عنها، برضو هقولها في عجالة. لو أنا عندي مجموعة من الخلايا وعايز أحط فيها مدخلات قيم معينة أو من خلايا تانية، فأنا ممكن أجي من الرينج ده وأجي من قائمة ديتا وأختار ديتا فاليديشن، ومن الفاليديشن أنا أقدر أختار ليست، ومن الليست أنا أقدر أكتب اللي أنا عايزه. هنا بحط العناصر بتاعتي وبينهم كوما، أقول أوكي. في الحالة دي لو أنا جيت هيجيب لي الليستة اللي أنا عملتها. طيب لو أنا عندي مجموعة من البيانات هنا برضو، وعايز لما اعمل الفاليديشن في العمود ده يختار من الليستة دي، برضو بحدد الرينج ومن قائمة ديتا وهختار الفاليديشن ليست والسورس بتاعي بحدده بهذا الشكل. طبعا هو بيكون يعني محدد اللي هو علامة الدولار ساين قبلي وبعديه اللي هو الابسوليوت ادرس، اقول اوكي. هنا بقدر ان انا اختار منهم. طيب لو انا عايز اضيف واحد تاني في هذا الليستة، لو جيت اضيف للاسف مش هلاقيه من ضعف. فاحنا ممكن نعالج الموضوع ده عن طريق ان انا اخلي ده تيبل. تعالوا هنمسح دي دلوقتي، هنخلي ده تيبل كنترول تي، هو ملوش هيدر، اقول اوكي. لو انا هنا جيت وقلت زودت واحد بهذا الشكل وجيت هنا اختار، هلاقيه ضافه. لو جينا نضيف حد تاني يبقى هنا انا خليتها دايناميك عن طريق ان انا بخلي الليستة اللي معايا في صورة جدول اللي هم بيقولوا عليه فورمال اكسل تيبل. طيب تعالوا ننتقل لنقطة اخرى برضو بالنسبة للدروب داون ليست. لو انا كانت القائمة اللي فيها الليستة بتاعتي هتكون في شيت تانية، بمعنى ان انا عندي شيت تاني اللي هي شيت اتنين وهكتب دي الليستة بتاعتي سي بهذا الشكل عشان اوفر وقت حضراتكم، وبرضو هخليها في صورة فورمال تيبل كنترول تي، عملتها انها تيبل. لو انا جيت في مكان تاني مثلا وعايز هنا احط الفاليديشن بتاعتي بحيث تختار من الليستة هناك، هاجي من قائمة ديتا واختار فاليديشن واختار ليست والسورس بتاعي هختاره بهذا الشكل واقول اوكي. لما اجي انا ادوس هلاقي فعلا لحد ايتم 10، ولكن لو انا ضفت عنصر جديد بهذا الشكل وجيت اختاره هلاقيه مش موجود، على الرغم ان هو انا حطه في تيبل. ولما نيجي نشوف التيبل هو اضافه لوحده ومفروض يمتد. هنا ما عنديش غير حل واحد اعمله، الا وهو ان انا اعمل هنا نيم اسميها الرينج ده، اسميه اديله دايناميك نيم او اسم عن طريق فورمولا define name
انا هسميه مثلا list item او list it، و الرينج هختاره بهذا الشكل. في الحالة دي لما انا اجي احدد، خليني ان انا هعمل الرينج بتاعي في الكولوم سي بداية من العشرين، برضو هختار هنا من data validation وهختار الليست، والسورس بتاعي او يساوي list it واقول اوكي. لما اجي اشوف كده هلاقي ال x y z. لو انا جيت ضفت هنا new value، لما اجي اختار هلاقيها انضافت. اذن انا لو هيكون عندي الرينج بتاعي في لستة تانية، وده اللي طبيعي بيحصل، انك انت بتبقى خافي المدخلات بتاعتك عن الشيت اللي فيها الداتا اللي اليوزر بيدخلها، انت بتخبي البيانات الاساسية اللي بيتم الادخال من خلالها، فبتبقى في شيت تانية. ففي الحالة دي هشتغل على من فورمولا الديفاين نيم، هديها اسم مش مجرد ان انا هختارها من قائمة داتا في الفاليديشن على طول واختار الرينج. تعالوا نتكلم في نقطة جديدة برضو خاصة بالدروب داون ليست. انا فتحت شيت جديدة وهدخل بعض البيانات المفروض انها هتكون في جدول، ولكن انا هدخلها في عمود للتسهيل وهنشوف هنعمل ايه. هدخلها وارجع لحضراتكم. خلصت ادخال البيانات ورجعت لحضراتكم، ادي البيانات بتاعتي اللي مفروض هتكون في جدول او حاجة، وانا الاحظ انها متكررة، فعلشان استخرج منها الاسامي اللي مش متكررة هستخدم function unique. قبل ما استخدم unique function انا هخلي ده في صورة formal table او formal excel table، حددته control T وحدد لي البيانات وهقول اوكي تمام كده. هاجي هنا علشان اعمل الليستة في العمود ايه، هقول يساوي يونيك واختار التيبل على اساس لما اضيف برضو يطلع في اليونيك ليست، واقفل القوس. لو عايزه يتعمل له سورتنج برضو احط دالة سورت في الاول. الدوال اللي هي يونيك خاصة بالاكسل 365 او الاوفيس 21 دي اللي بيسموها دايناميك فانكشن، فهي مش موجودة في الفيرجنز القديمة، ده بس للتوضيح. خلصت الفانكشن هدوس كده انا تمام. لو جيت ضفت عنصر جديد ودوست انتر هلاقيه انضافه في مكانه بالترتيب. لو عايز انا استخدم الكلام ده في الادخال في هذا العمود مثلا بهذا الشكل، وهاجي من قائمة الداتا وهختار الفاليديشن. في الفاليديشن هنا هختار ليست، والليست هقول يساوي هنا واحط علامة الهاش واقول اوكي. في الحالة دي هلاقي فعلا البيانات عندي تمام. واذا ضفنا واحد هنا وجينا نشوف هنلاقي انضاف. يبقى احنا كده شفنا ازاي ان انا لو عندي داتابيز، وممكن تكون اكتر من عمود بس انا اختصرتها علشان نختصر وقت حضراتكم، وهنا انا عملت ابستراكت او خدت الاسماء بدون تكرار عن طريق الفانكشن اللي هي يونيك،
وعملت لهم سورت، وبعد كده انا استخدمتها في الادخال عن طريق الداتا فاليديشن. نقطة اخيرة هنتكلم عليها، الا وهي ان احنا في الاكسل بالنسبة للليست بقى عندي الليست فيها سيرشبل، ودي نزلت ان انا وانا بكتب هنا بيطلع لي سيرش بحيث ان انا اختار منها، ودي موجودة في الانسايدر في الاوفيس انسايدر، مش موجودة في النسخ النهائية، وان كانت موجودة في الويب في نسخة الويب. لو حضرتك عندك حساب مدرسي او جامعي او حساب مدفوع بالنسبة للأوفيس، ومش عارف اذا كانت في الفري نزلت ولا لا، نقدر نشوف في الاكسل على الويب حتة السيرشابل دروب داون ليست. تعالوا مع بعض نشوفها. انا رحت على الويب وفتحت الاكسل على الويب في الاكاونت بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. ادي الاسماء اللي انا هختار منها، وهنا انا هعمل الادخال بتاعتي، اسف الادخال بتاعي وليكن بهذا الشكل. هاجي من قائمة داتا، هختار داتا فاليديشن. الداتا فاليديشن هاجي اختار ليست، ومن ليست السورس بتاعي بهذا الشكل، اقول اوكي. لو انا جيت اكتب هنا وليكن هبتدي بحرف الاي، هلاحظ ان هو هنا طلع لي خيار من الاتنين اللي هما مثلا عماد واسلام، اختار منهم اللي انا عايزه، وده الجديد اللي موجود في السيرش دروب داون ليست بالنسبة للأوفيس الجديد. هي نزلت زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للإنسايدر، اكيد هتنزل لي باقي النسخ قريبا. ملاحظة اخيرة بقولها بالنسبة للإكسل اونلاين، لو احنا شغلنا بيبقى بيعتمد على ادخال البيانات بكمية كبيرة، بنفضل نشتغل على الإكسل اونلاين ونشيل على الوان درايف او الشير بوينت، لان ده اي حتة بروح فيها بقدر ان انا اكمل شغلي او اي حد يكمل عليه. وفي ميزات كتيرة جدا في الاوفيس اونلاين، منها مثلا على سبيل المثال ان انا لو جيت عند قائمة ريفيو واقدر اعرف التشينجز كل حاجة عملتها عليه وكل واحد عمل ايه بيبقى مكتوب عليها، ودي احد وليس كل المزايا الخاصة بالاكسل اونلاين. الى هنا نصل الى نهاية الفيديو بتاع النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله.